العافية. موضوعنا عن الإنزيمز، طبعاً الـ all enzymes are proteins، فكل إشي حكينا عنه في البروتينات ينطبق على الإنزيمات. They are biological catalysts، يعني محفزات بيولوجية. Produced in cells، they are capable of speeding up the chemical reactions necessary for life، فهم ضروريين لتسريع العمليات الحيوية اللي بتصير في الجسم وفي خارج الجسم في الحياة في شكل عام. فبتلاقي بعض الرياكشنز تحتاج إلى ساعات طويلة وربما أشهر لحتى تصير، وبوجود الإنزيمات ممكن تصير خلال أجزاء من الثانية. They are large complex proteins usually soluble and are highly specific. specific هاي يعني هم خاصين بمواد معينة بيشتغلوا عليها. Each chemical reaction requiring its own particular enzyme. ففي عنا بعض التفاعلات بتصير بدون يعني كل reaction أو كل تفاعل بيحتاج إلى إنزيم معين لحتى يحفزه. لو إجا الإنزيم الثاني ما بيشتغل. Uses of enzymes. Some enzymes are used commercially in the synthesis of antibiotics. تصنيع الأنتيبيوتكس. Some household products are enzymes. أو use enzymes to speed up biochemical reactions. مثلا في عنا enzymes in biological washing powders اللي هي مساحيق الغسيل. Break down proteins or fat stains on clothes. Enzymes in meat tenderizers break down proteins making the meat easier to chew. يعني بعض الانزيمات موجودة في مثلا ملينات اللحم تعمل على زي هضم جزء من البروتين الموجود في اللحم، وبالتالي يسهل هضمه لما ناكله، يسهل أكله. Food processing amylases catalyze the release of simple sugars from starch. يعني الأمايليز اللي هو الإنزيم اللي موجود في اللعاب يعمل على هضم النشا، النشويات. Baby food to pre-digest baby food trypsin، يعني يتم إضافة بعض الإنزيمات على حليب الأطفال أو على أكل الأطفال لحتى يكون جزء منه مهضوم وبالتالي يسهل هضمه من قبل الأطفال، يكون سهل على معدتهم. Brewing industry اللي هي صناعة البيرة برضو بيدخل الإنزيمات في شغل هاد. Dairy industry في عندنا بعض مثلا زي الرنين بيستخدموه ل to digest أو hydrolyze proteins عشان يحطم البروتينات وبالتالي يسهل هضمها. وحكينا عن meat tenderizers. لاحظوا لما بنحكي عن الإنزيم، enzymes are very specific and they only work with certain substances. يعني بتلاقي هذا الإنزيم ممكن الأحمر والأخضر هم اللي يربطوا معه فقط، لأنه هم الوحيدين اللي بيجوا على الأكتف سايت تبعته. هاي بنسميها أكتف سايت. أكتف سايت يعني منطقة الشغل تبع الإنزيم. إذا إجت مادة وربطت على الإنزيم بشكل صحيح وكانت مطابقة لمكان الأكتف سايت، معناته نقول هاي المادة هي السبستريت تبع الإنزيم. إيش يعني السبستريت؟ يعني المادة التي يعمل عليها الإنزيم. لاحظوا هون مثلا المادة اللي بيعمل عليها الإنزيم هاي أو هاي، هدول التنين هما substrates. لو أجبنا هاي ما بتربط، إذن هذا مش substrate، بينما هذه بتربط بشكل صحيح، إذن هاي هي substrate تبع هذا الإنزيم، يعني هي المادة التي يعمل عليها الإنزيم. عشان هيك بنقول الإنزيم is specific، خاص بمواد معينة بيشتغل عليها. Characteristics of enzymes chemically. Enzymes are globular proteins. They are usually found in the nuclear region of cells. يعني موجودين غالبا في النيوكليوس. Enzymes are catalysts that break down or synthesize more complex chemical compounds. They allow chemical reactions to occur fast enough to support life. Enzymes speed up the rate of chemical reactions because they lower the energy of activation. يعني كيف الإنزيم بيشتغل؟ طريقة شغله هو تقليل طاقة التنشيط اللازمة لحصول التفاعل. يعني إذا كانت طاقة التنشيط اللازمة لحصول التفاعل مثلا 2,000,000 مثلا، ممكن ينزلها 10,000،
وبالتالي بتلاقي التفاعل بيحدث بكل سهولة. طيب إذا enzymes do this by bringing the reactants close together. Reactants اللي هي المواد المتفاعلة بيقربهم من بعض. Enzymes are very efficient يعني حركيين وفعالين. An enzyme generally can typically catalyze between 1 and 10,000 molecules of substrate per second. يعني الإنزيم ممكن يشتغل على بين 1 و10,000 جزيء من السبستريت في الثانية. وهذا بنسميه rate of action of enzyme. Rate of action of enzyme. Enzymes are only present in small amounts in cells since they are not altered during their reactions. يعني إذا كان في الجسم مثلا عندنا 10 إنزيمات، هدول العشر إنزيمات بضلهم يدخلوا في كل تفاعل خاص فيهم يعني، وبعد ما يخلصوا التفاعل يعني بيربطوا في السبستريت وبيحولوا لبرودكت، وبعدين بيتركوا البرودكت وبرجعوا ياخذوا سبستريت جديد. معنى الكلام انه الانزيمات لا تفنى، يعني طالما ما صار معها إشي يقضي عليها بتضلها تشتغل لعشرات وممكن مئات السنين. وبالتالي ممكن مثلا نبلش بعشر انزيمات يضلهم معنا سنوات طويلة، هم نفسهم بيعملوا رياكشن وبيرجعوا من أول وجديد ياخدوا سبستريت جديد وهكذا. Enzymes are highly specific for their substrate. Generally there is one specific enzyme for each specific chemical reaction. مثلا في عنا إنزيم اسمه carbonic anhydrase found in red blood cells وإت catalyzes the reaction اللي هو CO2 زائد H2O بيعطونا HCO3 minus زائد H plus. It enables red blood cells to transport carbon dioxide from the tissue to the lungs. يعني هذا الإنزيم اللي هو الكربونيك أنهيدريز بيشتغل على كريات الدم الحمراء وبيساعدها إنها تنقل CO2 من الخلايا للرئتين. بدون هذا الإنزيم صعب إنه يصير هذا الحكي. الكربونيك أنهيدريز مهم جدا في نقل CO2 من الخلايا إلى الرئتين عن طريق كريات الدم الحمراء. لاحظوا هون في عنا هاي الأكتيف سايت للإنزيم، هاي الإنزيم وهذا الأكتيف سايت تبعته اللي هي المكان اللي بده يربط معه السبستريت تبعه، والسبستريت هو المادة اللي بيشتغل عليها الإنزيم. How enzymes work? For two molecules to react they must collide with each other. يعني عشان جزيئين يرتبطوا لازم انهم يصدموا بعض، ومش بس هيك لازم يصدموا بعض باتجاه صح وبنفس الوقت بطاقة صح، بطاقة كافية. هاي الطاقة اسمها الاكتيفيشن انرجي. هلا عشان التفاعل يصير بوجود الانزيم بيعمل على تقليل الاكتيفيشن انرجي، فبالتالي لاحظوا هون بدون انزيم وهون مع انزيم، شوفوا قديش تقلل الطاقه، فبالتالي سهل الرياكتانتس انهم يتحولوا لبرودكتس بوجود الانزيم. طيب وين بيربطوا الرياكتنج مولكيولز؟ they bind to the enzyme active site. على الاكتيف سايت بيربطوا وهم اسمهم سبستريت. طبعا بس اذا اشتغل عليهم الانزيم بقدر اسميهم سبستريت. لاحظوا هون هاي الانزيم بيجي السبستريت تبعه بيربط، وبعدين الانزيم بيحول السبستريت لبرودكت وبيرجع الانزيم من اول وجديد، الاكتيف سايت تبعته فاضيه جاهز انه يستقبل سبستريت جديد. اذا سبستريت اند انزيم فورم سم انترميديت سبستانس which is known as the enzyme substrate complex. The reaction can be presented as, لاحظوا في عندي إنزيم مع السبستريت، الإنزيم سبستريت بتحول لإنزيم برودكت، بعدين الإنزيم بيطلع لوحده والبرودكتس بيطلعوا لوحدهم. مثلا هون لو قلنا عن هذا السبستريت مثلا لاكتوز بيجي على إنزيم اللاكتيز
بيربط معه، بعدين بيحوله لجلوكوز وجلاكتوز اللي هم المكونات الأساسية تبعته. مثلا مالتيز بيربط مع المالتوز، هي ربطه بتحول لجلوكوز وجلوكوز وهكذا. Enzymes. Enzymes are the biological catalyst that accelerates biochemical reactions. The molecule on which an enzyme acts is called a substrate, and a substrate is finally converted into a product. The study of enzymes is called enzymology. The enzymes are known to catalyze more than 5,000 reactions taking place in the cells. Most of the enzymes are made up of proteins. However, some RNA molecules can also act as enzymes. Such RNA molecules are termed as ribozymes. How do enzymes work? In order to convert a substrate into a product, a certain amount of energy is required. This is called activation energy. Higher the activation energy, more difficult it is to convert a substrate into a product. What enzymes do is they decrease the activation energy for a particular reaction so that the conversion of substrate into a product can occur easily. The enzymes are called catalysts as they only convert a substrate into a product and are not consumed in the reaction. There are several factors that affect the enzyme activity. These include pH, temperature, presence of salts, etc. The enzymes are most active when these conditions are kept optimum. A drastic change in pH, temperature, or ionic strength can decrease the enzyme activity. The molecules that decrease or inhibits the enzyme activity are called inhibitors, while the molecules that increase the enzyme activity are called activators. Enzymes are classified into six main types. EC1 stands for oxidoreductase. These are the enzymes that catalyze oxidation and reduction reactions in the cells. EC2 stands for transferases. These are the enzymes that transfers a functional group from one molecule to the other. EC3 stands for hydrolases. These are the enzymes that catalyze the hydrolysis of various bonds. EC4 stands for lyases. These are the enzymes that cleaves various bonds by the means of hydrolysis and oxidation. EC5 stands for isomerases. These are the enzymes that catalyze isomerization reaction in a single molecule. And EC6 stands for ligases. These are the molecules that joins two molecules with a covalent bond. Most chemical reactions do not occur spontaneously in a cell. Instead, cells rely on proteins called enzymes to kickstart chemical reactions and speed them up, enabling cells to get the most out of the energy sources available to them. Enzymes have a unique way of kickstarting reactions. They work by binding to one or more specific molecules called reactants, or substrates. Binding occurs at a special region on the enzyme called the active site. Once the substrates bind to the active site, they form what's called an enzyme-substrate complex. As the enzyme and substrates begin to react, some of the chemical bonds in the substrates begin to weaken, causing them to link together. Eventually, the chemical reactions at the active site lead to the formation of a different molecule. This is referred to as the product. Once the reaction has occurred, the product is released from the active site. The enzyme returns to its original state and is free to react again with another set of substrates. بتلاحظوا هون زي اللي صار بالفيديو الأخير، صار في عنا بعض التغيرات في الإنزيم لما أو عشان السبستريت يربط في مكانه. هون بيجي اقتراح لنظريتين لارتباط السبستريت الارتباط السبستريت بالإنزيم. أول نظرية اللي هي لوك أند كي هايبوثيسز، اللي هي القفل والمفتاح. هاي النظرية بتقول إنه طبعاً اللي suggested it اللي هو إيميل فيشر 1894، إنه enzymes are very specific، يعني
شكل الإنزيم ثابت ولا يتغير أبداً، وبنفس الوقت شكل السبستريت نفس الشيء، فإما إنه زي مفتاح بيجي على القفل، يا إما بيفتح القفل أو ما بيفتحه. هاي النظرية الأولى وهي الأقدم. النظرية الأحدث واللي هي الأكثر تقبلاً الآن اللي هي الانديوست فيت هايبوثيسز أو ميثود أو موديل، اللي هي اقترحها دانيال كوشلاند 1958. هاي النظرية بتقول إنه the enzyme molecule changes shape as the substrate molecule gets close، يعني الإنزيم يغير في شكله عندما يقترب السبستريت منه، لا يعني إنه يغير في الستركتشر، يعني ما في إشي ولا فانكشنال جروب رح تتغير، لكن شو اللي بده يتغير؟ بس الكونفورميشن تبع الإنزيم، يعني بدل مثلا تكون الفانكشنال جروب مثلا مسكرة بداية السبستريت بيبعدها شوي بس بيغير مكانها، يعني بيبعدها بزاوية كذا، أما ما بيشيلها من مكانها أبدا ولا بينقص منه إشي ولا بيزيد عليه إشي، بضل نفس الشيء، لكن الشكل تبعه الشكل الفراغي شوي بتعدل عشان يصير ربط أقوى وأفضل مع السبستريت، اللي هي بنسميها التلاؤم المستحث. التلاؤم المستحث اللي هو induced fit hypothesis. طبعا هاي النظرية much flexible، يعني كتير أكتر مرونة، وهي الأكثر تقبلاً الآن. في عنا مصطلح اسمه allosteric. allosteric تعني other than the active site، يعني منطقة غير الactive site. هتلاحظوا أن بعض الإنزيمز فيهم allosteric site، هي اللي هي زي كيف اللي هون، هاي المنطقة بيربط عليها مواد إما بتسرع عمل الإنزيم أو بتثبطه، يعني يا بتزيده يا بتقلله، يا إما بتكون مساعدة إله في عمله، منقول هاي allosteric site. allosteric site classification of enzymes حسب الميكانيزم of action اللي أو يعني إيش الأكشن اللي بيعملوه. أول شيء الأكسيدو ريدكتيزز catalyze oxidation reduction reactions، يعني بيسرعوا تفاعلات التأكسد والاختزال. الترانسفيريزز transfer a functional group مثل or phosphate group، يعني ينقلوا transfer ينقل، فهم النواقل أو الإنزيمات الناقلة. hydrolysis catalyze hydrolysis of various bonds، بيعملوا على تكسير الروابط. lyases نفس الشيء، طبعا الهيدروليزز التكسير باستخدام الماء، lyases cleave various bonds by means other than hydrolysis and oxidation، يعني بيشتغلوا بطريقة غير طريقة التكسير أو التكسر باستخدام الماء. الايزوماريزز catalyze isomerization changes within a single molecule، يعني بيحولوا الدي لال والال لدي، هاي الايزوماريزز من ايزومر للتاني. والليجازز join two molecules with covalent bonds، الليجازز اللي هم الروابط، الانزيمات الرابطة تعمل على ربط الجزيئات مع بعضها أو المواد مع بعضها باستخدام الكوفيلانت بوند. مثلا الأكسيدو ريدكتيز المثال عليهم دي هيدروجينيز وأكسيجينيز، هدول من الأكسيدو ريدكتيزز. الترانسفيريزز مثلا بنقول أمينو ترانسفيريز. الهيدروليزز بنقول مثلا الإستريزز والبروتيزز. اللايزز مثال عليهم دي كاربوكسيليز. الايزوماريز نفس الشيء، يعني المثال عليهم هو تحويل ال لدي والدي لال مثلا. اللايجازز نفس الشيء، ما فيش عليهم مثال. فالايزوماريزز واللايجاز من اسمهم هتلاقي مثلا كذا ايزوماريز كذا لايجاز. factors affecting catalytic activity of enzymes، يعني شو الأشياء اللي ممكن تأثر على الـ activity of enzyme، هدول مهمين كتير. مثلا أول effect الـ temperature،
وراح تلاحظوا تلاحظوا انه الايفكت اوف تمبريتشر بيجي على شكل بيل شيب زي الجرس. شو يعني هذا البيل شيب؟ يعني انا عندي هون الحراره وهون عندي هون الريت اوف رياكشن. لاحظوا كل ما زادت الحراره بزيد الريت اوف رياكشن لعين ما نوصل لمنطقه بعديها بصير مع زياده الحراره بينزل الريت اوف رياكشن. شو اللي بيصير؟ موجود هون الاوبتيمال تمبريتشر، يعني هي افضل حراره بيحبها الانزيم. قبلها كل ما زدت الحراره بزيد تفاعلات الانزيم او بتزيد سرعه التفاعل تبع الانزيم لعند ما نوصل للاوبتيمال تمبريتشر. بعديها اي زياده في الحراره بتعمل ديناتوريشن للانزيم. وعرفنا الديناتوريشن اوف بروتين هو فقدان الثري دايمنشنال شيب اوف ذا انزيم، بالتالي لوس اوف اكتيفيتي، بطل الانزيم يشتغل. عشان هيك بتلاقي بعد الاوبتيمال تمبريتشر بتنزل الحراره، بتزيد الحراره فبينزل الاكتيفيتي اوف انزيم لانه صار له ديناتوريشن. هلا اغلب الانزيمز اللي بتشتغل في الجسم بتكون الاوبتيمال اكتيفيتي تبعتها على درجه حراره 37.5. الايفكت اوف بي اتش نفس الايفكت اوف تمبريتشر، لاحظوا بالشيب وفي عندنا اوبتيمال بي اتش، بعديها بصير في عندي بينزل الاكتيفيتي اوف انزيم لانه بصير ديناتوريشن. لاحظوا البي اتش الاوبتيمال اراوند 7.4 7.5 هيك زي البي اتش تبعت الدم. concentration of enzyme and substrate، لاحظوا هون concentration of enzyme كل ما زدت concentration of enzyme بزيد rate of reaction. تمام، يعني كل ما زدت concentration of enzyme يعني حطيت انزيمات اكتر كل ما بزيد معدل التفاعل اللي بيشتغل عليه الانزيم. في شرط هون انه يتوفر substrate، لانه اذا ما في متوفر سبستريت صعب انه انا يمشي التفاعل. فكل ما زاد الانزيم كونسنتريشن بيزيد الريت اوف رياكشن بعلاقه خط مستقيم بشرط توفر سبستريت. طيب سبستريت كونسنتريشن كل ما زاد السبستريت كونسنتريشن بيزيد الريت اوف رياكشن لعند ما نوصل لمرحله بعديها بتصير ثابت بلاتو. ليش ثابت بلاتو؟ لأنه أنا في عندي مثلا عدد معين من الإنزيمات في الجسم، قولوا 10، معناته أنا في عندي 10 active sites. طالما أنا تحت العشرة عدد substrate أو substrate concentration تحت العشرة بضل كل ما زدت واحد بيزيد rate of reaction لعندما أوصل للقدرة القصوى للإنزيم اللي هي العشرة substrate. فلما بيتملوا كل السبستريت كل الاكتيف سايت تبعت الانزيم بتصير بعديها الريت اوف رياكشن ثابت. When enzyme and substrate molecules are mixed, they randomly collide forming enzyme substrate complexes. As temperature increases, so does the kinetic energy of the molecules and therefore also the rate at which these collisions occur. There comes a point at which the maximum rate of reaction is achieved, and the temperature at which this occurs is known as the optimum temperature. If the temperature continues to increase beyond the optimum, the enzymes begin to lose their three-dimensional structure and become denatured, therefore reducing the rate of reaction. Okay. لما بدلشت أزيد الحرارة وكيف صار في زيادة في الإنزيم رياكشن، وفي كيف فجأة لما نزلت أو زدت عن الأوبتيمم تمبرتشر كيف فجأة الإنزيمات اختلف شكلها بطلت قادرة إنها تستقبل أي سبستريت. هذا هو اللي حكينا عنه الديناتوريشن. لاحظوا بتنزل الأكتيفيتي كتير مع زيادة الحرارة لأنه صار all enzymes are denatured.
Now you need to be able to recognize the graph of the effect of temperature on enzymes. It looks like this, with the peak being the optimum temperature. To explain up to the peak, as the temperature increases, so does the kinetic energy of the enzymes and the substrates, resulting in an increased frequency of collision between the two, thus increasing the rate of reaction. But beyond the optimum temperature, this continuing increase in kinetic energy results in a loss of 3D structure from the enzyme and therefore a change in its active site. If the substrate can't fit into it, the enzyme is referred to as being denatured, and this reduces the rate of reaction. Now for a look at pH. Increasing pH values are as a result of adding hydroxide ions, or OH minus. Decreasing pH is as a result of adding hydrogen ions, or H plus. Either of these can potentially alter the charges on the amino acids that make up the enzyme, and this can lead to the enzyme's active site changing shape because the bonding changes, for example, and that could denature it. Or it could mean that the substrate can no longer bind to the enzyme's active site, and so either way, the rate of reaction is reduced. The graph. On to having a look at substrate concentration. When we change substrate concentration, we are assuming that enzyme concentration is remaining constant. Initially, increasing substrate concentration from zero will increase the rate of reaction as the substrates randomly collide with the enzymes and the enzymes catalyze the chemical reaction. However, there comes a point where all of the enzymes' active sites are filled and the enzymes are already working as quickly as they can to catalyze the reaction. This is where the maximum rate of reaction is reached, and any further addition of substrate beyond this will not increase the rate of reaction anymore. هون ممكن ناخد مثال على substrate concentration اللي هو مثلا باص بيحتوي على 10 مقاعد والناس هم substrate تبعه، يعني الباص هو الانزيم والمقاعد هي الactive site تبعت الانزيم والناس هم substrate تبع هذا الانزيم. الباص هدفه انه ينقل الناس من نقطة A الى نقطة B. هلأ اذا اجى مثلا 6 اشخاص بيقدر ينقل 6 اشخاص في مثلا خلال نص ساعة من نقطة ألف الى نقطة B، لكن اذا اجى 9 بقدر برضو ينقل 9 في 10 دقائق في نص ساعة الى من نقطة ألف الى نقطة B. طيب اذا اجى 11 ما بيقدر ينقل الا 10 في نص ساعة. طب إذا إجا 15 نفس الشيء، لأنه عدد المقاعد محدود، عشان هيك بنوصل لمرحلة العشرة وبعديها بصير النقل زي بعضه، 10 في كل خلال نص ساعة بده يضل 10 في النص ساعة لأنه عدد المقاعد محدود، تمام؟ بينما لو هون أجينا الإنزيم كونسنتريشن نعتبره أنه أنا في عندي كل مرة بزيد عدد باصات، فأنا كل ما إجا عدد أشخاص أكتر كل ما أنا زدت عدد الباصات، عشان هيك بضل الانزيم كونسنتريشن يعلى فبيزيد او بيعلى بضل يزيد ريت اوف رياكشن بشرط توفر الناس. يعني انا بقدرش اوفر باصات وما يجيش ناس، وقتيها الريت اوف رياكشن رح يصير صفر. فبيزيد الريت اوف رياكشن لما بيزيد الانزيم كونسنتريشن بشرط توفر substrate.